أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبدو العنوان غريبا، قصة قبر الكلب، ولكن إذا سمعت القصة عرفت الخبر. هذه القصة أن رجلا مر بمقبرة فإذا قبر مكتوب عليه هذا قبر الكلب، ومن أراد أو من أحب أن يعلم خبره فليذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها من يخبره. فذهب الرجل إلى هذه القرية وسأل عن هذا الشخص فدلوه عليه، فذهب إليه وسأله فحكى له القصة. هذه القصة هي أن ملكا كان له كلب يصاحبه، سماه باسم، فكان من وفاء هذا الكلب هذا القصة أن الكلب أمر طباخه أن يطبخ له ثريدة باللبن. طبعا سأعرض القصة ثم نقرأها إن شاء الله كاملة. فأمر الطباخ أن يطبخ له ثريدة، فالطباخ أمر بإحضار يعني مكونات الثريدة وصنعها، صنع ثريدة عظيمة في طبق كبير، لكنه ترك هذا الطبق ولم يغطه، لم يضع عليه غطاء. ثم إنه قد خرجت أفعى من شقوق الجدار فشربت أو كرعت من هذا من الثريدة ووضعت فيها السم. طبعا فرآها الكلب، لكن الكلب لا يقدر على الأفعى، لا يقدر على أن يقتلها يعني. وكذلك رأى الأفعى جارية خادمة، لكنها كانت خرساء لا تستطيع أن تتكلم. فلما جاء الملك ووضع أمامه الثريدة أشارت هذه الخادمة أو الجارية الخرساء إشارات يعني أنه لا يأكل، لكنهم لم يفهموا مرادها. وأما الكلب فأخذ ينبح، فقالوا لعله لم يأكل طعامه فوضعوا له طعامه لينصرف، فلم ينصرف وأخذ ينبح وزاد في نباحه. فأمر الملك بإخراج الكلب. ثم لما رأى الكلب أن الملك قد مد يده ليأكل من الثريدة قفز في قصعة الثريدة أو شرب منها، قفز فشرب منها فمات لتوه، يعني مات مباشرة. في الرواية قال أو في الكتاب قالوا ثم تناثر لحمه، مات لتوه. فتعجب الملك من هذا الفعل أن الكلب قد فداه بنفسه، وفهم أنه إذا أكل من هذه الثريدة أو أن هذا النباح كان معناه أنه إذا أكل من هذه الثريدة مات. فجاءوا واستخبروا الخبر من الجارية فأخبرتهم الخبر، فحزن لذلك حزنا شديدا وقال يعني فيما قال يعني إن شيئا قد فداني بنفسه، شيئا يعني يقصد الكلب قد فداني بنفسه لحقيق بالمكافأة. ثم حمله بنفسه ودفنه كما يقول في الكتاب، دفنه بين أبيه وأمه. هذه قصة قبر الكلب. قصة قبر الكلب. حدثني عبد الله بن محمد الكاتب قال حدثني أبي عن محمد بن خلاد قال قدم رجل على بعض السلاطين وكان معه حاكم أرمينية منصرفا إلى منزله، فمر في طريقه بمقبرة
فإذا قبر عليه قبة مبنية مكتوب عليها هذا قبر الكلب، فمن أحب أن يعلم خبره فليمض إلى قرية كذا وكذا فإن فيها من يخبره. فسأل الرجل عن القرية فدلوه عليها فقصدها، وسأل أهلها فدلوه على شيخ فبعث إليه وأحضره. وإذا شيخ قد جاوز 100 سنة فسأله فقال: نعم، كان في هذه الناحية ملك عظيم الشأن، وكان مشهورا بالنزهة والصيد والسفر، وكان له كلب قد رباه وسماه باسم، وكان لا يفارقه حيث كان، فإذا كان وقت غدائه وعشائه أطعمه مما يأكل. فخرج يوما إلى بعض متنزهاته وقال لبعض غلمانه: قل للطباخ يصلح لنا ثريدة لبن فقد اشتهيتها، فأصلحوها. ومضى إلى منتزهاته فوجه الطباخ فجاء بلبن وصنع له ثريدة عظيمة ونسي أن يغطيها بشيء. واشتغل الطباخ بشيء آخر فخرج من بعض شقوق الحيطان أفعى فكرعت من ذلك اللبن ومجت في الثريدة من سمها. كرعت يعني شربت، ومجت يعني أخرجت من فمها، فكرعت من ذلك اللبن ومجت في الثريدة من سمها. والكلب رابض يرى ذلك كله، رابض يعني جالس بعيدا منتظر، رابض يرى ذلك كله، ولو كان له في الأفعى حيلة لمنعها، ولكن لا حيلة للكلب في الأفعى والحية. وكان عند الملك جارية خرساء زمنا مريضة، قد رأت ما صنعت الأفعى، ووافى الملك من الصيد في آخر النهار، وافى يعني رجع، فقال: يا غلمان، أول ما تقدمون إلينا الثريدة. فأومأت الخرساء إليهم فلم يفهموا ما تقول. أومأت يعني أشارت. ونبح الكلب وصاح فلم يلتفتوا إليه، وألح في الصياح ليعلمهم مراده فيه. ثم رمي إليه بما كان يرمى إليه فلم يقرب، ولج في الصياح، زاد في الصياح. فقال الملك لغلمانه: نحوه عنا، أبعدوه، فإن له قصة. ومد يده إلى اللبن، فلما رآه الكلب يريد أن يأكل وثب إلى وسط المائدة وأدخل فمه في اللبن وكرع منه فسقط ميتا وتناثر لحمه. وبقي الملك متعجبا منه ومن فعله. فأومأت الخرساء فعرفوا مرادها بما صنع الكلب. فقال الملك لندمائه وحاشيته: إن شيئا قد فداني بنفسه لحقيق بالمكافأة وما يحمله ويدفنه غيري. ودفنه بين أبيه وأمه، وبنى عليه قبة وكتب عليها ما قرأت، وهذا ما كان من خبره. وهذا نقلته لكم من كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، من تأليف محمد بن خلف المرزبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.